بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، ثم أما بعد، ما حصل بالأمس في السعودية وتحليل الأحداث والمجريات التي حدثت ليلة أمس يوم الأحد الموافق 16 من شهر صفر 1439 للهجرة، الموافق 5 نوفمبر 2017 للميلاد. أولاً، في موقع روسي يتحدث عن إفشال محاولة انقلابية في السعودية، قال موقع سبوتنيك إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تمكن من إحباط محاولة انقلابية كبيرة على حكمه ووالده بقيادة الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني وأمراء آخرين وضباط ورجال أعمال. وذكر الموقع نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية في الرياض أن محاولة الانقلاب التي تم اكتشافها كان مقرر لها أن تنفذ فجر يوم الأحد 5 نوفمبر، إلا أن معلومات استخباراتية لم تسمها أبلغت ولي العهد السعودي بخطة الانقلاب قبل يومين من بدء تنفيذه، وقامت السلطات السعودية على الفور وألقت القبض على قائد الانقلاب الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني وعدد كبير من الضباط في الجيش والحرس الوطني. وبيّنت المصادر أن المحاولة الانقلابية خطط لها بعناية وسرية كبيرتين، واشترك فيها أمراء آخرين ووزراء ومسؤولين كبار حاليين وسابقين في الدولة، تربطهم علاقات بقائد الانقلاب وبعض الأمراء المشاركين فيه، إضافة إلى رجال أعمال كبار. وقالت المصادر أن ولي العهد السعودي تلقى نصائح من أطراف خارجية بعدم الكشف والإعلان عن المحاولة الانقلابية حتى لا يثير حفيظة المعارضين له، وقد يؤدي ذلك إلى موجة من التعاطف مع الانقلابيين من قبل الشعب وبعض التيارات المتشددة والمحافظة الرافضة لسياسة بن سلمان وتوجهاته العلمانية. وأشارت المصادر إلى أن الأطراف الخارجية رأت أن يتم الإعلان عن اعتقال الانقلابيين بتهم فساد وليس بتهمة الانقلاب، مؤكدة أن ذلك سيخدم بن سلمان وسيظهره أمام الشعب بمظهر المحارب للفساد مهما علت رتبته. إذن ماذا يعني هذا الانقلاب؟ وماذا يعني إسقاط الطائرة التي سقطت بالأمس؟ سقوط الطائرة بالأمس التي كانت تقل بعض الأمراء والمسؤولين السعوديين الهاربين من القبض عليهم في السعودية كانت عملية إسقاط متعمدة بأمر من ابن سلمان وقتل متعمد، والقادم في الاقتتال أكبر من ذلك، ولتعلمن نبأه بعد حين. أقول، هل تتذكرون الآن جيداً ما كنا نقوله ونكتبه من قبل هذا؟ أما تذكرون حديث اقتتال الثلاثة على الملك كلهم ابن خليفة، أي كلهم أمراء أبناء ملك؟ هل حقاً سيكون هذا الملك هو عبد العزيز بن سعود وأبناؤه هم الخلفاء وأبناء أبنائه هم أبناء الخلفاء من بني سعود وهم المتقاتلين على الملك؟ تدبروا معي هذا الحديث مرة أخرى، وأعدوا أنفسكم يا حركة أنصار المهدي لبيعة الإمام المهدي عليه السلام. في الحديث الصحيح عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم، وفي رواية أخرى: يقتتل عند داركم هذا ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، وفي رواية أخرى: ثم لا يصير الملك إلى أحدهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. رواه ابن ماجه. هذا ما توقعناه من قبل وما نتوقعه مستقبلا، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.